أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم ود الرحمن ودا. صدق الله العلي العظيم. لماذا نحيي ذكرى المرجع الراحل آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي في كل عام؟ ولماذا تنبعث القلوب إلى ذكراه العطرة وتتحين النفوس تلك الأيام إلى سيرته الوضاءة؟ إنه الحب الذي رسخه في القلوب، فكل من التقى به أو درس عنده أو عاشره أو تربى عنده أو سمع كلمة منه أو نصيحة أو موعظة فقد أحبه حبا جما، ولا زال بعد 21 عاما لا زال في القلوب راسخا، لم تنساه القلوب، وراسخا في الذاكرة، وقصصه ومواعظه تدور في الذاكرة وفي القلوب ونستذكرها دائما. ومنهم من سمع تلك الكلمات فقد تغيرت حياته تغيرا جذريا، فقد تحول من شيء كان في الماضي إلى شيء هو في الحاضر والمستقبل، شيء عظيم بسبب تلك الكلمة أو النصيحة. وهذا هو المعنى الحقيقي للحب الذي يخلف آثارا عميقة في النفس وفي السلوك والفكر. ولهذا في كل عام نحيي هذه الذكرى. ولكن الأهم من كل ذلك في ذكرى رحيل الإمام الشيرازي هي العبرة والاعتبار الذي نحتاجه في حياتنا من أجل إصلاحها وتغييرها نحو الأحسن. فعن الإمام علي عليه السلام: من اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. وفي حياة الإمام الشيرازي الكثير من الدروس والعبر التي نحن بحاجة إليها، ولكن نذكر جانب واحد من تلك الدروس والعبر من أجل أن نستفيد منها في حياتنا. من هذه الدروس البركة، البركة في حياتنا. فقد كانت حياة المجدد الشيرازي امتداداً واسعاً وكبيراً وكثيراً من البركات في العلم والفكر والتربية والمؤسسات، ما لا تستطيع أن تحققه دول. فكيف استطاع شخص واحد وبتلك الظروف المحيطة به وتلك الضغوط الهائلة مع قلة الإمكانات أن يحقق تلك البركات في حياته، ذلك النشاط والعمل في حياته؟ وهذا التراث الموجود فيما بيننا من كتب ومؤسسات وأفراد وأفكار سامية وعالية، كيف استطاع هذا الرجل أن يحقق ذلك الشيء الممتد في حياته؟ لقد استثمر الإمام الشيرازي حياته وعمره وعمله بشكل مذهل وهائل. كل لحظة وثانية من حياته كان عملا جبارا، أما بنفسه أو بالتوجيه أو بالتحريض أو بالمتابعة الحثيثة، كان لا يترك عملا
في فكره ويراه صالحاً عظيماً كبيراً إلا وتابعه بأشد المتابعة. وأنا كنت شاهد على هذا الشيء. كان يجلس مع الشخص الواحد جلسات وجلسات ويتابعه ويتابعه ولا يمل من ذلك. يمكن ذلك الشخص كان يمل من كثرة المتابعة، لكن السيد الراحل ما كان يمل حتى يحقق ذلك الإنجاز الذي يريد أن يحققه. وهذا ما ترونه في كل العالم من حسينيات ومؤسسات وكتب وكوادر وأفراد وعلماء صالحين في كل مكان. الإمام علي عليه السلام يقول: بركة العمر في حسن العمل. وفعلا كان في عمله حسنا، حسنا كثيرا في عمله. هناك ثلاثيات ثلاثة يمكن أن نقرأها باختصار حتى نعرف لماذا حصلت هذه البركة في حياة الإمام الشيرازي، وانبعثت هذه البركات في سيرته الوضاءة، في حياته وفي حياة من معه، حياة من معه الذين انتشروا في كل مكان في العالم. الثلاثية الذاتية، الثلاثية الاجتماعية، الثلاثية النهضوية. الثلاثية الذاتية التي ابتنت في ذاته وكانت الأساس لبنائه النفسي والذاتي، بحيث تكونت شخصيته من هذه الثلاثية، وهي الصدق والإخلاص والصدق. ففي الصدق سار الإمام الشيرازي في الطريق المستقيم للوصول إلى الواقع والهدف، فلم يقع في الأوهام والتضليل، وعرف كيف يصل إلى الأهداف السامية. صدقه مع نفسه، وصدقه مع الآخرين، وصدقه مع الله سبحانه وتعالى، جعله ثابت القدم على المبادئ. الإنسان في معترك كبير يواجه الكثير من المغريات ومن الضغوط والتحديات الكبيرة التي تجعله ينهار ويستسلم. كيف يجعله ينهار ويستسلم؟ الوساوس والمبررات التي يضعها في نفسه، يبرر لنفسه تلك المغريات. والغاية تبرر الوسيلة عند الكثير، وهذا أمر بسيط عند البعض، ولكن المبادئ كانت أعظم عند الإمام الشيرازي. أنا أتذكر في موقف، الأخوة الأصدقاء يمكن يتذكرونه، في موقف من أشد المواقف صعوبة على حياة الإمام الشيرازي، موقف يمكن مصيري، كان مصير جدا في حياته، وضغطوا عليه حتى يستسلم، لكنه قال: ماذا أجيب الله في الآخرة؟ هذا موقف عجيب جدا. هنا يتبين الإنسان في الاختبار الذي يقع فيه. يمكن واحد يخلي له مبررات ويضع بعض القضايا ثم يقول: ما المانع من ذلك أن أفعل هذا الشيء، لكنه لم تغريه المغريات. والصدق مع نفسه ومع الله جعله مصدر ثقة وإيمان عند الناس. الناس آمنوا به لصدقه، الناس يعرفون، يشوفون الإنسان هذا صادق في عمله وفي فكره وفي سلوكه، يعرفون الناس، يعرفونه جيدا. فكان حبهم وارتباطهم بالسيد الراحل المجدد عن طريق عندما رأوا فيه الصدق، رأوا فيه ذلك الصدق الكبير. وصدقه مع نفسه ومع غيره ومع الله سبحانه وتعالى فتح له أبواب الخير والفهم والوعي والفكر النير. فالذي يصدق لا يدخل في عالم الظلام والأوهام. دائما الإنسان الكاذب عندما يكذب تكون عنده مبررات، يصير عنده أوهام، ينخلق له شيء ثاني. لكن الإنسان الصادق يرى الطريق أمامه مستقيما واضحا، وهكذا كان واعيا وفاهما ومحللا عميقا للأحداث.
بحيث كان يستشرف المستقبل في كثير من الأحداث التي رأيناها معه، أحداث كثيرة حصلت. هذا يدل على أنه رجل يفهم، كان يفهم القضايا، كثير من القضايا بسبب صدقه. وهذا معنى الفهم لعالم الأسباب والمسببات. فالإنسان الصادق يصل إلى عالم الأسباب والمسببات، وتوفيقاته الكبيرة ونجاحه في حياته نجاحا عظيما كان بسبب صدقه. وفي الإخلاص في الآية القرآنية تقول يوم ينفع الصادقين صدقهم، وفعلا نفعه في الآخرة بالتأكيد، ونفعه أيضا في الدنيا. وفي الإخلاص جعل قلبه مطمئنا ونقيا وصالحا، ورسخ اليقين في قلبه. الإنسان يمكن عندما تكون طرقه متعددة متلونة، يلعب هنا ويلعب هناك من أجل مصالح الخاصة، يتلوث قلبه، تتلوث نياته كالماء المالح أو كالماء الوسخ. أما الماء الزلال يكون طيب. فكذلك اليقين ترسخ في قلب الإمام المجدد بسبب إخلاصه لله سبحانه وتعالى. ولم تدخله الوساوس الدنيوية والشك والوقوع في حبائل الشيطان. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. وفعلا كان هو الوعي والضياء والنور لكثير من الناس، كثير من الشباب والأخوة يعرفون، أغلب الأخوة هنا بعضهم كانوا من تلاميذ الإمام الراحل ويعرفون معنى هذا الكلام، كيف أنهم تعلموا وتربوا على يديه وعلى نهلوا من أفكاره القيمة وأخلاقه الكبيرة. وعن الإمام علي عليه السلام من أخلص بلغ الآمال. فبالإخلاص يصل الإنسان إلى الأهداف الكبرى. أما الزهد فقد كان من أهم الأسباب في توفيقاته، لأنه كان يرى الأشياء والماديات معوقا للتقدم والنهضة والعمل الصالح. الإنسان الذي له أهداف كبيرة وأهداف عظيمة كان لابد أن ينبذ الدنيا وراء ظهره، لأنه هدفه كبير. وعندما يتعلق بالأشياء، يتعلق بسيارة، يتعلق ببيت، يتعلق بأثاث، هذا الإنسان يصبح عبدا لهذه الأشياء. أما الإنسان الكبير الممتلئ في داخله، في شخصيته، وعنده الثقة الكبيرة بنفسه، لا تهمه الأشياء ولا يصبح خاضعا لهذه الأشياء. أحد المرات أنا في غرفة سماحة المجدد الراحل، غرفته صغيرة جدا كانت، يمكن 10 أمتار كانت، ولا تسع كثير من الناس، وبقى على هذه الغرفة إلى أن رحل. الأثاث في البيت قديم، والأثاث قديم، وكان هناك موكيت قديم، حتى أتذكر كان لونه فستقي أخضر، أتذكر هذا الأثاث. أحد المرات نتيجة يعني هذا الموكيت أصبح قديما يحتاج إلى تبديل، أحد المرات يمكن الحج مصطفى يتذكر هذه القصة قاعد يمي، أحد المرات أنا دخلت على الغرفة رأيت سماحة السيد قاعد جالس على الموكيت، وفي منظر غريب جدا بلا بطانيات، يعني كان هناك بطانيات بالغرفة وكان بلا بطانيات. تعجبت يعني شنو القضية هذه. فحسب الظاهر كانوا الجماعة يردون أن يعني يبدلون البطانيات القديمة ببطانيات جديدة. حج مصطفى إجا، وهذا شاهد أنا إجا وأخرج البطانيات القديمة ووضع البطانيات الجديدة. سماحة السيد جاء وشاف البطانيات الجديدة، أخرجها من الغرفة، رماها خارج الغرفة، فلم يقبل بهذه البطانيات الجديدة اللي هي بطانيات عادية جدا.
هذا دلالة على أنه لا يريد أن يرتبط بأي شيء بهذه الدنيا في عالم الأشياء وعالم الماديات، وهذا يجعل ارتباطه مع الله سبحانه وتعالى عظيما جدا وكبيرا، بالإضافة لأنه كان هو حياته بسيطة، هو كان يؤكد سماحته على الحياة البسيطة. الحياة البسيطة سبب تقدم الإنسان، سبب تقدم الأمة، واليوم احنا نعيش التعقيدات الكبيرة في حياتنا، المشاكل الاجتماعية، الأزمات، القضايا كلها بسبب التعقيد المادي في حياتنا. فلو اتبع الناس سيرة رسول الله وسيرة أهل البيت عليهم السلام وتوجيهات الإمام المجدد ما كانت هذه التعقيدات موجودة في حياتنا. البساطة تنقذ الإنسان، تجعل الإنسان مطمئناً مرتاحاً في حياته. اليوم نشوفون الطلاقات كثيرة والمشاكل الزوجية كثيرة بسبب التوقعات المادية الكثيرة المطلوبة التي يريدها الزوجين ويريدها الزوجان. فالنتيجة كان يرى أن الزهد هو مفتاح لتقدم الأمم والسعادة في الحياة. الزهد مفتاح للسعادة في الحياة. فعن الإمام علي عليه السلام يقول: الزهد ثروة، وفعلا ثروة وغنى للإنسان. وكذلك الزهد يفتح الطريق للإنسان أن يرى الحياة رؤية واقعية حقيقية. هناك ثلاثية ثانية، الثلاثية الاجتماعية، وهي العنف المطلق، العفو المطلق، التعاون. العنف اللي نراه اليوم هو أساس كل الأزمات، فلذلك كان الإمام الشيرازي يرى أن العنف هو أساس لحل كل المشكلات والاستقرار الاجتماعي. بناء الاستقرار الاجتماعي والحلول الاجتماعية تأتي من خلال ممارسة العنف والتربية على العنف، مو فقط العنف اليدوي، العنف المطلق اللي هو العنف الجسدي، العنف القلبي، العنف الفكري، وكان يسميه العنف المطلق. وكذلك كان يرى العفو المطلق على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك التعاون الذي هو بالنتيجة يقلع، يعني يؤدي إلى الوحدة وإلى الأخوة وإلى التسامح، وبالنتيجة إلى إيقاف النزيف الاجتماعي الذي اليوم واقعين فيه. نزيف اجتماعي ماذا؟ الصراعات، المشكلات، النزاعات، الفئويات، التضارب الذي موجود في المجتمع، كل سببه عدم وجود التعاون. فكان يؤكد على هذه الثلاثية بكثرة جداً في كلماتي، وراجعوا الآن الكتب الموجودة تراه يؤكد على العنف المطلق والعفو المطلق، وبالنتيجة كان يؤكد على الأخوة الإسلامية والأمة الواحدة، وبالنتيجة كان يؤكد أيضا على السلم والسلام. الثلاثية الأخيرة، الثلاثية النهضوية، وهي الحرية والتعددية والاكتفاء الذاتي. فالحرية لماذا؟ لأنه الإنسان تسلب منه شخصيته وهويته. الإنسان المستعبد لا شخصية له، فكيف يستطيع؟ وكان يرى أن أسوأ نقطة في حياة الإنسان وفي حياة البشرية وحياة المجتمعات هي الاستبداد. الاستبداد كانوا يحاربوه بشدة. اقرأوا كتبه من أول كتاب إلى آخر كتاب، كان لابد أن يذكر اللاعنف والاستبداد، مكافحة ونبذ الاستبداد، وكان يحارب المستبدين، وطورد من العراق ومن دول أخرى بسبب مكافحته ونبذه للاستبداد. لأن بالنتيجة الاستبداد معناته طغيان، والطغيان يؤدي إلى الطغيان، الطغيان في السلطة يؤدي إلى طغيان كل فرد في المجتمع. وأيضا كان يدعو إلى التعددية. المجتمع، كنت أقرأ في أحد كتبه في
لنبدأ من جديد. كتاب جميل ورائع، يمكن موجود هنا لنبدأ من جديد. كان يؤكد على قضية التعددية في حل الاختلافات وحل النزاعات وفتح باب التكافؤ الفرص للجميع. لا يمكن استبعاد أحد، لا يمكن نبذ أحد من تلك من الحياة، من الفضاء الذي موجود في حياتنا. أما الاكتفاء الذاتي فبالنتيجة هو بناء لكرامة الإنسان وعزة الأمة واستثمار الطاقات والعقول، وإلا فمع عدم الاكتفاء الذاتي معناته نذهب وراء هدر الطاقات والاحتياج للآخرين. اليوم احنا في بلادنا نعيش الأزمة الغذاء، الأمن الغذائي، لأن ما عندنا حنطة وما عندنا إنتاج زراعي، ما عندنا إنتاج صناعي، فنحتاج. وكان هذا الكلام يقوله من قبل 60 سنة، يقول هذا الكلام سماحة الإمام الراحل، يقول الاكتفاء الذاتي احتج إلى من شئت تكن أسيرا. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام الأسوة التي سار عليها الإمام الشيرازي في حياته، وكان يرى أن سيرة رسول الله المنهج الذي يفتح للأمة التقدم والازدهار، كما فتح التقدم للأمة الإسلامية من خلال رسول الله ومبعث رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان يرى في رسول الله النموذج الذي يجب أن تسير عليه الأمة حتى تستطيع أن تحقق الفتح الكبير والانتصار الكبير في حياتها. وفعلا كان كل سلوكياته يرى ماذا فعل رسول الله يفعل مثله، في لا عنفه، في أخلاقه العظيمة ومداراته للناس واحتوائه للناس وعدم دخوله في الصراعات والنزاعات. وكان يدعو لنبذ الصراعات والنزاعات أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على نهج رسوله وأهل بيته عليهم السلام، وأن نستثمر تلك الدروس من سيرة الإمام الشيرازي، فننال الخيرات والبركات في الدنيا وحسن العاقبة في الآخرة. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين. لكم سادتي من الأولين والآخرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. هني بالعيد إن أردت سوائي. سيد رضوان الله عليه كان منصهرا في عزاء الحسين عليه السلام، ولم يمنحه شيء عن إقامة العزاء في أي زمان وأي مكان، فكأنه هذا اللسان حاله الشريف حتى بالعيد. أحسنت مولاي. هني بالعيد
إن أردت سوائي أن يعيد لمستحل العزاء إن لي في مأتمي عن العيد شغلان فله عني وخلني بشجائي فإذا الناس عيدوا بسرور كان عيدي بزفرة وبكاء الشراب فشربي من دموعي ممزوجة بدمايا وقليل ووجدا يا لمصاب القتيل في كربلا كيف لا تسكب الدموع جفوني بعد تخضيب شيبه بالدماء هذا الشعار ألذ الحياة بعد قتيل الطف ظلما إذا لقل حيايا بأبي زينب وقد سبيت بالطف ظلما كسبي الإماء يا ذن البيتين راح يرجع عنك فإذا ملقى معرا مجدلا بالعراء أقبلت نحوه فيمنعها الشمر فتدعوه في خيفة وخفاء تقل عن عليا
اقتربي ودمعتي تلالي وهذا خير وداع وياك يا الغالي اخويا هذا خير وداع وياك يا الغالي عين عليك تربي وتهمل دموعي وضربت منواي بطفن شموعي الخيل الداسة ضلوعك على ضلوعي داست من شفت دوسك قبالي قبال الدوس بيك الخيل يا أبا عبد الله وانا صرخ يا خويا وكل قلب من صرخة تملخ راس الجان عالي وللدهر ما طخ وبطي حسين راس بالشرف عالي خويا وبطي حسين راس بالشرف يا 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 وافعالي هذا البيت يوجع ومسك الختام وهدية إلى مرجعنا المفدى رضوان الله عليه تشكو لها حالة زينب بكل أن كانت تشكو لسيد الشهداء بس هذا البيت يوجع واعذرني اعذرني إذا وجعك تقل مجبور رحت يا حسين بس ساقوهن سوقا كسوق الإماء سلام الله عليهم في الأسر مجبور رحت يا حسين بسوك بسوك وحبال اليسر أثرا بساياك لو أن تشوف من طبت بسوك بسوك الشرى والما شرى تفرج علي خويا الشرى والما شرى تفرج علي أنعم جوابا يا حسين وأما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما